أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن في قصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة أسماء الفائزات بجائزة يمينة مشاكر الأدبية في نسختها الأولى، حيث توجت في فئة اللغة العربية الروائية جميلة طلباوي عن روايتها قلب الإسباني. نتعرف إلى باقي الجوائز والفائزين مع زميلنا حسام تكالي. رجل من الجنوب الجزائري عاش بقلب إسباني، ذلك ملخص الرواية الفائزة بجائزة يمينة مشاكرة. تقول كاتبتها جميلة طلباوي إن صفحات روايتها ناقشت موضوع زرع الأعضاء من منظور فلسفي، حين يكون جوهر الإنسان واحد وإن اختلفت ألوان بشرته. ارتكزت فيها على جزئية التبرع بالأعضاء لأقول بأن لا معنى للون ولا للدين عندما يتعلق الأمر بالإنسان. هي دعوة للتعايش بين كل الأجناس وكل الأديان فوق هذا الكوكب الذي نريده هو الأجمل. جميلة فازت في فئة الرواية العربية، إضافة لذلك خصصت جوائز للرواية الأمازيغية والفرنسية. جميع المشاركات من النسوة ولجنة التحكيم أيضا. إن ذلك في نظر المنظمين تأكيد على مكانة المرأة في الحقل الأدبي. التاريخ الأدبي منذ الجاهلية إلى الحد الآن لم يكن يعني عادلا مع الحضور النسوي. إذا كنا سنتحدث فسنقول أنه ليس من الطبيعي أن تغيب أسماء كثيرة كانت موجودة. يمينة مشاكرة المرأة والأديبة والطبيبة النفسية تعود عبر جائزة باسمها بعد سنوات من الظلم، يقول وزير الثقافة الجزائري. يمينة مشاكرة اسم مهم، اسم قد يكون ظلم في فترة ما، ولكن أن يرد له الاعتبار بأن يكون اسمها يحمل يعني جائزة تحمل اسمها، فهذا هو الاعتبار الحقيقي. هو استحضار لذكرى يمينة إذن، كما استحضار لذكرى عدد من كتاب الجزائر وأدبائها بتنظيم مسابقات أدبية تحمل أسماءهم وفاء ومصالحة مع التاريخ. أن تكون جميع المشاركات من النسوة وأيضا أعضاء لجنة التحكيم، فتلك رسالة جائزة يمينة مشاكرة بدعم تواجد المرأة في الحقل الأدبي. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. ينضم إلينا من الجزائر العاصمة سيد أمين الزاوي، وهو كاتب وروائي جزائري. أهلا بك سيد أمين إلى شبابيك. يعني هذه المسابقة أو التظاهرة الأدبية النسائية، أريد أن أعرف رأيك بها، حدثنا عنها أكثر، الأهداف المرجوة منها. أعتقد أولا أنها يعني تخصيص جائزة خاصة باسم روائية وشاعرة اللي هي يمينة مشاكرة، وأيضا طبيبة، وأيضا تهتم بترقية الأقلام النسوية وبإشراف أيضا ناقدات وأستاذات وروائيات مثل الروائية ربيعة جلطي أو الروائية ميسة باي أو الروائية ليندا كوداش اللي كانوا يشرفوا على هذه الجائزة باللغات الثلاث، وأعتقد أيضا برعاية وزارة الثقافة. أعتقد أن كل هذا رسالة مهمة جدا في الحقل الأدبي، وهو إعطاء الصوت النسوي يعني حضورا مكثفا وحضورا واضحا في المشهد الأدبي والثقافي الجزائري. أنا متأكد بأن الجزائر يعني تزخر. سيد أمين عفوا، هل هذا المشهد النسائي الأدبي لم يكن حاضرا بالشكل المطلوب إن كان في الجزائر أو حتى في مجتمعاتنا العربية حتى تكون لها مسابقة خاصة برأيك؟ طبعا لا، هو
هو صحيح، يعني ان انا اعتقد بان الادب الجزائري يتحدث عن الادب الجزائري له حضور للمراه، حضور واضح، يعني لنا اسماء مهمه كبيره، اسيا جبار التي كانت عضو في الاكاديميه الفرنسيه، لان من الاسماء الاخرى السيده زهور النيسي، ربيعه جلطي، احلام مستغانمي، وبالفرنسيه ميسا باي، واسماء كثيره جدا. ولكن المهم ان مرافقه ايضا الاسماء الجديده في أعمال الكتابة الشابة. النسوية، هذا هو ربما الرسالة التي أرادها الأعمال الجديدة الشابة، صحيح. التي هذا هو الهدف ربما من خلال هذه الرواية، طيب. عفوا، من خلال هذه الجائزة، أي تكريس الأسماء الجديدة. طيب رأيك بأن تكون أيضا يعني الأعمال الأدبية بثلاث لغات، لماذا لا يعني لا تأخذ هذه المسابقة لغة واحدة فقط؟ وسعتها حتى اللغة الأمازيغية والعربية والفرنسية. والله أعتقد أن يجب القول ويجب الإقرار بذلك، الجزائر فيها ثلاث لغات في الاستعمال الثقافي والاستعمال الأدبي والاستعمال الحياة اليومية، وهي اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية. وبالتالي أعتقد أيضا أن هناك حضور كبير جدا للكتابة باللغات الثلاث، ولنا أسماء يعني وازنة على المستوى العربي وعلى المستوى المغاربي وعلى المستوى أيضا العالمي باللغات الثلاث. لذا تكريم هذه الأسماء الجديدة من الكاتبات باللغات الثلاثة أيضا هو دعم لخلق جيل جديد وأجيال قادمة لأسماء من الكاتبات الشابات. نعم، هل برأيك أيضا لجنة التحكيم المكونة من نساء فقط، هناك أيضا رسائل بموضوع التمكين وموضوع التشجيع؟ والله أنا أعتقد يعني ربما أختلف قليلا في مسألة لجنة التحكيم، ليس ضروريا أن تكون لجنة التحكيم من النساء فقط، ولكن يمكن أيضا أن تكون من يعني مختلطة، يعني لا مانع من ذلك، لأن حتى لا تكون الجائزة لها طبعة جنساوية، بل يجب أن تكون لها طبعة أدبية، وأن لا فرق بين الأدب الذي تكتبه المرأة والأدب الذي يكتبه الرجل، فقط الفرق الوحيد هو الجودة والقيمة الأدبية والجمالية، سواء كانت المرأة أو رجل. طب بشكل عام سيد أمين، هل المواضيع التي تتناولها المرأة بشكل عام، البعض يقول تفتقر إلى الجرأة، هل هذا صحيح في مجتمعاتنا العربية وفي الجزائر أيضا؟ والله تعرف صحيح، ما زال صوت المرأة إلى حد ما في العالم العربي والعالم المغاربي يعني مكبل، والمرأة يعني تمارس عليها ضغوطات كثيرة، وتمارس عليها أيضا بشتى الأنواع، دينية، أخلاقية، جنسية، سياسية. فأعتقد أن ما تعانيه المرأة بشكل عام والمثقفة بشكل خاص، لأننا في باب الأدب وفي باب الحديث عن الفن، صحيح. أيضا ربما هي أكثر مما يعانيه الرجل. ولعل هنا اسمح لي أستحضر كلمة قالها كاتب ياسين في حق الروائية التي سميت باسمها الجائزة، وهي يمينة من الشكرة، قال: أن تكون امرأة كاتبة في عالمنا فوزنها ليس من ذهب، إنما وزنها من بارود. وأعتقد بالفعل أن الكاتبة في العالم العربي وزنها من بارود، لأنها تعطي صوتا آخر، وتعطي أيضا تفتح ملفات وجراحات أخرى ربما لا يعرفها الرجل. وفي هذه الجائزة وفي الروايات التي تم تزكيتها بالفوز، خاصة الرواية باللغة العربية والرواية أيضا باللغة الأمازيغية والفرنسية. نعم. في رواية بالفرنسية بعنوان أوتراج، وهي للرواية هادية بن صالحي، هذه الرواية يعني بالفعل رواية صرخة، أتحدث عن الرواية باللغة الفرنسية الإعصار. نعم. هذه الرواية يعني فيها كثير من مواجهة الكبت،
وأيضا مواجهة الضغط الذي تعانيه المرأة، وأيضا في رواية باللغة الأمازيغية. نعم. التي بعنوان إهلوفان، هذه الرواية اللي بمعناها بالعربية الأحاسيس إذا صحت الترجمة. نعم. ففي رواية إهلوفان يعني أيضا هناك صوت. نعم. سيد أمين. صرخة حقيقية ضد الكبت. صحيح، ويمكن حتى المواضيع اختلفت عما هو سابقا. على كل، أمين نزاوي روائي وأكاديمي ومدير المكتبة الوطنية الجزائرية سابقا، شكرا جزيلا لك. شكرا.